إذا الفائز في المطعم ونقول ألف مبروك. أول مرة هو يفوز ويقول كنت محتاجة صراحة. ألف ألف أها ألف ألف مبروك الفيصل المطيري. ألف مبروك فيصل. مشاعرك؟ والله الحمد لله أنا قلت إن شاء الله يفوز بالمطعم. محتاجها؟ ها؟ محتاج الفوز؟ ليش؟ محتاج الفوز؟ أنت محتاج الفوز؟ إي والله محتاج. ليش محتاجه؟ انت تحس انك رصيدك كويس يعني زيادة الخير خيرين. عندك مبادرات بتسويها في المطعم؟ إيه لا ان شاء الله الامور طيبة. مطعم جديد ان شاء الله، انا بنزل طبق جديد شغالين عليه. الاسعار احنا على الاسعار السابقة شفنا ان في اوفر في سعر النص سعر الحبة الكاملة، نقصنا 10 في سعر الحبة ونص في سعر النص 10 ريال يعني. والحاشي زي ما هو. حراج واحد استاهل عبد الله. حراج اثنين روح يا عبد الله. الف حراج روح يا عبد الله. حراج ثابت ابو سعد حبيبي يا عبد الله. حبيبي عبد الله وحش. المكالمات عندك عند ابو سعد. الف وعشرة ريال تخصم من رصيد. المكالمات عندك مفتوحة. عندك تبغى تزيد السعر، تبغى تنقص السعر. السعر كان 100 ريال من الإدارة تقديرا واحتراما وجذبا لأصحاب القرية والشعب اللي ساكن في القرية. 50% ديسكاون وعطيت الدقيقة ب50 عشان كل يكلم أحبابه وأهله. سياستي كل ما نزلت سعر كل ما جذبت المشتركين أكثر وصارت فعالة للأمانة. في أول يوم طلعت القيمة كاملة اللي شريت بها التلفون المزايدة اللي كانت ب1010، وايضا فيه ديسكاونات بين كل ساعتين ثلاث نعطي مثلا نخلي الدقيقه ب10. هذه سياسه جذب ويصير الريع المادي اكثر وان شاء الله ان نحقق ارقام كثيره ونعوض بعض الخصومات اللي صارت علينا.